أهلا بكم في حلقة جديدة من تواصل.com، والبداية مع أحداث العراق على منصات التواصل الاجتماعي. في بلد يحكمه السراء كما وصفه تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، العراق تحت حكم اللصوص. نساء العراق وأطفاله يبحثون وسط النفايات عن شيء يعينهم على شظف العيش. واليوم صرح المتحدث باسم وزارة التخطيط في حكومة الكاظمي وهو عبد الزار الهنداوي بأن نسبة الفقر في العراق ارتفعت من 20% في عام 2019 إلى 31.7% في العام الحالي. أضاف بأن 11 مليون و400 ألف عراقي يعيشون في فقر مدقع، وقال بأن سبب ارتفاع هذه النسبة كما يقول ويدعي بسبب فيروس كورونا وما ترتب عليه من توقف الأشغال والأعمال. لكن أرقاما دولية تشير منذ سنوات أن نسبة الفقر في العراق عالية جدا وتصل إلى نحو 50% أو أكثر. في سياق الحديث عن ارتفاع نسب الفقر في العراق، انتشر مقطع مصور على منصات التواصل الاجتماعي يبين أن امرأة من محافظة واسط تجمع وسط النفايات ما يمكن أن تستفاد منه من بيعه بعد أن أقعد المرض زوجها وهو معيلها الوحيد. دعونا نتابع هذا المقطع. اليوم أنا فايت بشارع داموك وشفت فتح حالة غريبة بنص الليل، مارة طبعاً هاي واقفة ما أرد أطلع وجهها، وهذا طفلها وياها وعدها عربانة وتلم من الزبالة. ليش حجية جاية تلمي من الزبالة؟ على العيشة. ما عندش لا راتب رعاية ولا هاي شيكة. ما عند ليش تطلعين يومية؟ زلمة تعبان يومية هاي على هالمنوال تطلعين؟ يومية. تلمين قواطي خشب؟ قواطي لايدون هاي اللقاطة مع الطماطم والشزمة. وين تلميهن؟ بيا مكان من يا ما ماك وين تفتشين؟ بالحاويات مال الزبالة. طبعا وياها طفل. والتعليق لكم بعد، هاي هي هم المرأة مخاف تقول بس ما اقدر اطلع وجهها، وهاي حاوية الزبالة وهاي عربانتها، وبعد انتم كيفكم؟ شوف هذا حال العراقيين، بلد النفط وبلد الحضارات، عربانة ومرة وطفل وتلم من الزبالة، وانتم قيسوا بعد. أما تعليقات العراقيين حول هذا المقطع فكانت كثيرة، ومنهم من قال: أحمد الشمري قال الشعب منتهي والأحزاب الفاسدة متمتعة بخير العراق. ثائر العبيدي قال ولكم يا حكومتنا، شوفوا شعبكم إيش قد مظلوم وعايش معاناة ما بعدها معاناة. انتصار العبيدي علقت وقالت وينهم أهل العمايل؟ خلي يشوفون العراقيات بالشارع لا بيت ولا فلوس، الله ينتقم منهم. كما قالت مصطفى قال العراق أبد ما ترجع مثل قبل، الشعب منتهي والأحزاب الفاسدة، حسبي الله ونعم الوكيل. الحسينية في كربلاء تحاول قطع أرزاق العديد من البائعة وأصحاب البسطيات القريبة من مرقدي الإمامين الحسين والعباس عليهما السلام، حيث تعمل إدارة العتبة على طردهم ورفع بسطياتهم التي يعتشون منها، بينما أغلبهم هم أناس فقراء لا يملكون أي وظائف أو رواتب. إحدى النساء في المقطع الذي سوف نشاهده بعد قليل حاولت حرق نفسها بسبب رفع بسطيتها. دعونا نتابع. عمي صار لنا 6 شهور لا ابو عمامه يدق بابنا طانع عيديه، لا ابو عمامه طانع علاقه الطماطه، لا ابو عمامه يجي طانع فلوس مريض، لا رئيس دوله من كان المالكي العبادي الجعفري العبادي كليتهم ما فد يوم اجا وقالوا هاي كراميه للعوائل الفقراء المحتاجين ليش هسه انا عراقيه انا بهذا الشارع، ليش يجي يقول لي شيلي؟ أشيل انطيني من دخلك، أشيل انطيني من راتبك، أنا 6 عوائل برقبتي، كل واحد من ولدي قاعد إيجار وكل واحد من ولدي عنده 4 جهال، من يعطيني؟
من يعطيني؟ عيد الله أكبر، أنا بدينار ما عندي بجيبي. عيد الله أكبر، إلا قطة طماطم ما عندي. من اللي جو سيلوا علي أنا؟ ها؟ ليش يجون يشيلوني؟ من اللي جو يشيلوك؟ المشتركة أبو نواف. لا قسم بين الحرمين، قسم بين الحرمين. هو سيد نافع، سميهم بالاسماء اخوي. سيد نافع، زين احنا شو انت يا سيد نافع فقير لك بابا خبلة تخاف من عندنا، ولك خاف على من الله، خاف على جهالك. دعوة صيب ودعوة خيب، ولكم هذا العراق البلد العظيم حرامية كلها تريد رتب، كلها تريد مناصب، تجون علينا احنا الفقراء. عمي انا بالنسبة لي عراقي ولدي واخوتي، أنا متنازلة من البصر من نفسي. مع الأسف مأساة العراقيين لا تنتهي. العراقيون علقوا على موقع فيسبوك حول هذا المقطع، ومنهم من قال: فاطمة الموسوي قالت والله حرام، وفروا لهم باب رزق وشيلوهم، ليش هيش تتحملون خطيتهم؟ ميثم الشمري قال: عمي صارت العتبات عبارة عن سرقة وتسلط على ما على المال العام. حسين الحجي قال: الله أكبر، لا مكان للفقير بالعراق، هل يرتاحون المعممين؟ كهنة المعبد ما شبعوا؟ يتساءل. عبد الرحمن أدليمي علق: ما أعرف العتبة تجار، لو صاحبين محلات تجارية لو شنو، مرة يأخذون قطع الأراضي يوم محلات، والله الناس ملت من العتبة التجارية كما أسمها. والدة الشهيد مهند القيسي الذي قتل على يد الميليشيات خلال تظاهرات ثورة تشرين في محافظة النجف، توجه رسالة إلى كل من يتاجر بدماء العراقيين من سياسيين ورجال دين. دعونا نتابع كلمة أم الشهيد القيسي. شنو السبب الحرام من ابني؟ شنو سبب خواتها من ابني ظل بدون اخو؟ ليش؟ انا هم ابني الوحيد مالك وزايد علي تعبانة علي، ما كان من عمري 22 سنة انا ابوه، وعلى طول ابني اريده فرغانه بي، قطعني دعم حقوقه ينقتل، قطعني مقتول، ابي ادم هاي، ابي قانون، يا قانون هذا خي قولوا لي شنو قانونهم هذا؟ شنو دينهم؟ يجوز انا اعرف دينهم هذا اللي هم ابيني يقتلون بي. ليش يقتلون ولدنا؟ شنو ذنبهم؟ شنو ذنبهم ولدنا؟ قولوا لي شنو ذنبهم اللي طلعوا يدعوا بحقوقهم؟ ليش يقتلون؟ ليش يقتلون؟ الله ينتقم منهم، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، على كل عمامة زائفة، على كل دين زائف، لبسوا عمامة مع رسول الله هم دينهم زائف، إلهم دينهم وإلنا ديننا، احنا نعبد الله ورسوله ما عندنا غيرهم، الله وأهل بيت النبوة بس. ومن الردود حول كلمة أم الشهيد مهند القيسي، كتب العراقيون ومنهم من قال على موقع فيسبوك: وهاب أبو شيمة قال دماء الشهداء رحمكم الله، شهداء ثورة أكتوبر في أعناق كل عراقي شريف وغيور على وطنه، هاي الدماء متر حدر، وثورة أكتوبر تنتصر بزود الشهداء. عماد ماجد قال خنساء النجف أم الشهيد مهند القيسي. علي نور قال يمهل ولا يهمل، لكل ظالم إلى ساعة. حامد الحجيمي قال الرحمة والخلود لشهداء أكتوبر المباركة. يستمر خريجو الهندسة في محافظة التأمين بتظاهراتهم المطالبة بتوفير الوظائف وفرص العمل لهم، بالوقت الذي تسيطر الشركات والعبالة الأجنبية على المنشآت النفطية في العراق. دعونا نتابع جانبا من تظاهرات خريجي كليات الهندسة في محافظة التأمين.
من التعليقات نقرأ حول تظاهرات لخريجي كليات الهندسة في التأميم. حالة قالت الله يحفظكم يا رب محوسين بعين الله التي لا تنام وحقوقنا راجعة لنا قريبا. عمر العبدالله قال حقهم درسوا واجتهدوا وأكملوا دراستهم لتأتيهم الفرصة للعمل خدمة للبلد عن طريق تعيينهم كل حسب اختصاصه ومجاله. أتمنى لهم ولكل شبابنا الخريجين التعيين بأقرب وقت إن شاء الله. شيماء قالت الله يرجح حقوقنا يا رب، يعني إحنا أعلى الكليات وهيك يصير بينا، ما معقولة. ريبار قال مستمرين حتى ننال حقوقنا بإذن الله تعالى. والآن إلى فقرة أنت ترى. عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين لمشاهديها الأعزاء ليصوروا ما يشاهدونه من أحداث حولهم من خلال هواتفهم وإرسالها لخدمة أنت ترى، وصلنا اليوم مقطع مصور من أهالي منطقة زيد بن علي عليهما السلام في محافظة بابل، وهم يحتجون من خلال حرق الإطارات وغلق الطرق الرئيسية، مطالبين بغلق موقع التمر الصحي وإكساء الشارع العام ومجموعة من المطالب الخدمية الأخرى. فلنتابع هذا المقطع الذي وصلنا عبر خدمة أنت ترى. انطلاق مظاهرات ثوار أهالي زيد بن علي مع المناطق المجاورة وقطع الطريق المؤدي إلى مزار زيد والمناطق المجاورة أمام سيارات الزبالة. أهلا بكم من جديد وإلى فقرة الخبر المزيف، حيث انتشر مقطع مصور على بعض صفحات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر لانفجار مرفأ بيروت بأنه حدوث لقصف بصاروخ أدى إلى الانفجار. الفيديو تبين بأنه ممنتج ومفبرك مأخوذ من تصوير أحد الأشخاص الذي وثق الانفجار لحظة وقوعه وإدخال بعض المؤثرات عليه. دعونا نتابع هذا المقطع. هذا المقطع غير صحيح ومفبرك، والفيديو الأصلي يخلو من صواريخ تقصف مرفأ بيروت. الممنتج والمفبرك يعني اشتغل كثيرا على هذا المقطع كما يبدو. الآن إلى فقرة البريد الوارد. وصلتنا رسالة عبر البريد الإلكتروني لقناة الرافدين، جاء فيها انفجار لبنان وتدمير بيروت وموت أناسها بسبب العتاد المخزن لميليشيا حزب الله في وسط المدينة والناس، لذا نطالب بإخراج مقرات الميليشيات ومخازن عتادها خارج المدن، يقصد فيها العراق، وأي انفجار سيحصل سيكون بمسؤوليتهم والحكومة. الآن نذهب إلى الهاشتاج. واسم اليوم الذي تصدر الترند في العراق على موقع تويتر هو إبعاد العتاد عن المدن، وذلك يأتي بالتزامن مع الدمار الكبير الذي خلفه الانفجار في مرفأ بيروت مخلفا مئات القتلى وألاف الجرحى، حيث صرح محافظ بيروت أن أكثر من 300 ألف مواطن أصبحوا بلا مأوى طبعا بسبب الانفجار،
وهو تخزين مواد متفجرة في مرفأ بيروت، وتشير التوقعات إلى أن هذه المتفجرات هي تابعة لميليشيا حزب الله، كذلك بأن العراق يشهد منذ عام 2018 ولغاية الآن انفجارات بمستودعات للأسلحة. مرة تقول الحكومة بأن الانفجار ناتج عن سوء التخزين وارتفاع درجات الحرارة، ومرة تقول الميليشيات بأنه بسبب قصف جوي من هذه الانفجارات. ما حدث في مدينة الصدر ببغداد في عام 2018 والذي أدى إلى دمار واسع في وسط منطقة سكنية خلف كذلك قتلى وجرحى ودمارا في البيوت. دعونا نتابع بعضا من التغريدات تحت هذا الوسم. شاهد قالت: أبعدوا السلاح عن منازلنا، لا تجعلوا من بغداد بيروت الثانية، إبعاد العتاد عن المدن. عبد الله الدريمي غرد وقال: يا جماعة هذا مو مجرد هاشتاج، أرواحنا وأرواح أهلنا وأصدقائنا كلها بخطر. قل لي يا منطقة اليوم ما بها كدس سلاح تابع لميليشيا معينة، لا تخلون الموضوع يوقف ولا تخلوا يمر مرور الكرام، إبعاد العتاد عن المدن. إبعاد العتاد عن المدن، غرد أحمد وقال: على الأحزاب والحكومة العراقية إبعاد العتاد وكدس الأسلحة عن المدن السكنية التي باتت في خطر بعد انفجار مرفأ بيروت والتي تهدد حياة المواطنين. أمين قال: يجب على الشعب العراقي أن يخرج بمظاهرات سلمية مطالبة بإبعاد مخازن أسلحة الميليشيات والأحزاب التي على قرب من السكان، إبعاد العتاد عن المدن. والآن إلى فقرة ما بعد الهاشتاج. تضامن عربي ودولي واسع مع لبنان، مبادرات عربية ودولية وافتراضية على منصات التواصل الاجتماعي عقب الانفجار الكبير في مرفأ بيروت والذي سقط على إثره مئات القتلى وآلاف الجرحى، خلف كذلك دمارا واسعا يقدر بمليارات الدولارات. دعونا نتابع مزيدا من الجهود العربية والدولية في التضامن مع بيروت عبر تقرير لموقع إيجيبلاس عربي. نبقى مع انفجار مرفأ بيروت، كان يوما حزينا على اللبنانيين وما زال والعرب والعالم كذلك، حيث التقطت الكاميرات المنتشرة داخل المنازل وفي الشوارع لقطات مؤثرة أثناء الانفجار. دعونا نتابع بعض من هذه اللقطات المؤثرة عبر تقرير لموقع أنا العربي. Thank you.
جامع محمد الأمين اندمر كله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ليك ليك شو صار بالجامع؟ مشاهد مؤثرة، كل التضامن مع أشقائنا في لبنان. مهلة أخيرة لموقع تيك توك في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أمهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الموقع الصيني مهلة أخيرة حتى منتصف شهر سبتمبر القادم لبيع حصته لشركة مايكروسوفت الأمريكية أو حظره نهائياً في الولايات المتحدة. فلماذا يهدد الرئيس الأمريكي بحظر هذا التطبيق؟ يقولون بأن السبب هو تجسس الصين على الولايات المتحدة. دعونا نتعرف على تفاصيل أكثر من خلال تقرير لموقع رصد الإخباري. مع تقرير تيك توك وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.